طبعا خلاص المدارس على الابواب والكل بيستعد دلوقتي للسنه الدراسيه الجديده، عشان كده التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي اطلق عده مبادرات لتقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي وكذلك المستلزمات الدراسيه للفئات الاولى بالرعايه، وده تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تفاصيل كثيره عن الدعم اللي قدمه هذا التحالف هنعرفها من خلال هذا التقرير. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق عدة مبادرات لتقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والمستلزمات الدراسية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني وتزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد. الدعم النقدي شمل 107 ألف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، والذي تمثل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لحوالي 35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يومياً، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل، بحيث تصل التكلفة ل 200 مليون جنيه. أيضاً تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، والذي نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، وتم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية مجاناً. وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب في قرى محافظات حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لحوالي 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.